صيدا منا مهن وحرف، منا محلات فقط، صيدا شوارع، صيدا أماكن، صيدا أزقة، صيدا حارات، صيدا بيوت. كل هذه الشوارع أنا إذا ما بمر بهذه المدينة كل يوم أحس وكأني شيء فقدته. مدينة صيدا كانت عبارة عن ثلاث بوابات، بوابة الفوقة، بوابة الشاكرية، والبوابة تحتها، وهدول لا يمكن أنه يطلعوا من ذاكرة صيدا على الإطلاق. بناء مدينة صيدا عبارة عن مدينة إسلامية كاملة متكاملة، أهم شيء اعتمادها على البناء الأرك أو الصباط، اللي هو عبارة عن بناء مثلث الشكل، هو فوق منه بناء وتحته طريق. الحجر المستعمل هو الحجر الرملي، هذا الحجر مهم كتير لمدينة صيدا. من صيدا بنينا صيدا،